مسلمين معكم برايم تايم على ديومي، تحية لكم من جديد. إن شاء نهاركم أسعد الأيام، شهر رمضانكم مبروك. تعيينات مباريات الجولة الثالثة ذهاب لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الأسبوع القادم في رمضان. الجولة الثالثة يوم السبت 16 مارس، ديربي العاصمة بملعب حمد العقربي برادس. مدي ساعة ونص تلقى إلى المباراة باش تكون بين الترجي والنادي الإفريقي. لحد 17 مارس الهيد النايفر بباردو. مدي ساعة ونص أيضا الملعب التونسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، وفي صفاقس في المهيري تحديدا مدي ساعة ونص كيف كيف السي اس اس تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستيري بعد أخذ ورد. التعيين يجي في النهار، مش في وضح النهار، في القايلة، في وضح القايلة صح، في غرغور القايلة، في غرغور القايلة في رمضان. الجولة الثالثة والبداية بديربي العاصمة. معاذ والله يشوف باش نقول لك، هاو دخلت انا سيدي باش نشوف الميتيو على مستوى الانترنت على مستوى درجات الحرارة. نهار سبت 16 مارس المعدل الحرارة باش يكون تقريبا 21 درجة. هذا فيما يخص نهار السبت، ونهار كيف كيف نهار السبت ولا حد باش يكون 21 درجة. هذا فيما يخص بطبيعة درجات الحرارة المتعلقة بالانترنت، وتقريبا فما هناك نوع من الشمس. هذا بطبيعة حسب الانترنت، وشفنا معناتها البريفيزيون تاع الميتيو في اليوم هذاك. هذا في العاصمة، معناها في العاصمة. شوف، تحدثنا مطولا على توقيت وبرمجة المباريات بعد بعد شقان الفطر، وقلنا انه التوقيت اللي قبل شقان الفطر راهو توقيت فيه خطر على اللعب. اللعب هذا معنا كنا واضحين. شوف، وفما مسألة أخرى يقولك ليه، علاش ما موتا يفطروا؟ فما لاعبين ما يحبوش يفطروا، ما يحبوش، يحبوا يصوموا. فما لاعبين وفما مسؤول يقولك أنا ما نعملش ذنوب على كرايمي، ما نفرضش على لاعبي ملاعبي يفطر. وفما مدربين يقولك أنا صايم، كيفاش أنا نصوم ونقول معناتها ملاعبي أفطر؟ هذا زاد باش خاطر مال اللي عندهم الحلول الجاهزة هذيك والقوالب الجاهزة، واللي باش زعما يقصوا الحديث يحطوا هيك قدامك وزعما باش يعجزوك. لا، ما الحديث ما هو شكيك. الحديث انه التوقيت في ريت الملاعبيه كل تفطر وملاعبي برك يصوم. اذا كان القرار هذا يضر ملاعبي برك على قديش من 400 ولا 500 ملاعبي، راهو لابد انه نفكروا فيه، لانه لابد من احترام الناس في الديانه نتاعها والتدين نتاعها وفي اهوائها وفي اختياراتها. لهذايا باش نكونوا دوله ونكونوا مجتمع محترم نفسه. اذا كان باش نحترموا خاطر مش انت مسؤول، عندك حريه التقرير وكهو، مع خاطر انت مسؤول تحط مزي راسك وتحط شنو يا اخي. وانا قولوا عليه الشعب الكل اللي تسأله، وما نقولش الشعب الكل، على الاقل المختصين الكل يقول لك راه ما تلعبش قبل شقان الفطر. على الاقل جزء كبير من المسؤولين في الاعلام واللي قاعدين يتكلموا والملاعبيه والمدربين والمختصين والاطباء يقول لك العب بعد شقان الفطر. تو هذم الكلهم غلطين، ويلزم انت المسؤول تعبتك البيان هذاك الديزينياسيون تاع الرابطه. ما يقولوا لنا معناتها علاش اخترتوا كيك؟ علاش؟ ما فما برشا كلام يا ولدي، ما تعينش كيك، ما تعينش. الملاعب كلها تنجم تلعب فيها في الليل معاذ، في باردو مثلا تنجم تلعب في الليل يا ولدي. دبروا تلعب لعب الناس كل في الليل، دبروا روسهم يلعبوا في الليل، دبروا روسهم. ملاعب تلعب تلعبش، ما عاد تلعب ماهوش اختار راهو اختار انك تلعب يا اخي، راهو باش ناقفوا اللي ما توفى ملاعب لطف الله يقدر، الله يقدر. لقاو حل نهار تلعب الناس كل في الليل، ما ثماش معناتها الناس الكل تلعب في الليل بعد شقان الفطر. يا ولدي ما فماش لعب قبل شقان الفطر، ما يجيش، راه ما فيهش مراعاة للملاعبي. الملاعبي البطولة نتاعنا خلينا نرجع لك البارح، النسق نتاع المباراة اللي شفناهم البارح وقت البارح، قداش لعبنا في قلب بعض 20 دقيقة كل 200 ولا 15 دقيقة، وصعيب ياسر ناخذ ممكن تاخذ لهمش. فهمت؟ هو بطبيعته انت باش تروج البطولة، انت مسؤولين هذا اللي عاين الوقت. تو انت تو ماضي ساعة ونص الناس باش تفرش الكورة، ما تفرش علاش مش في رمضان بعد ما واحد يشق فطره ويقعد هكا ويتفرج ويلقى تعليل مباراة تنطلق 8 ونص تعليل. شنو هو اللي يمنع؟ هاو شفنا في الشامبيونز ليج لعبوا 8، الكاف شامبيونز ليج لعبوا 8 تعليل. شنو هو اللي يمنع هذا؟ ما فهمتش. وجمهور برك نتاع محلي
بصراحة قرارات هذه ما نعرفوش شنو السبب متاعها، لكن مهما كان السبب له باش يكون غير مقنع بصراحة، على خاطر فما تجارب مقارنة اللي هي كما قلت لك المباريات تلعبت في كأس أفريقيا، معناتها الأمن قادر ويأمن الأمن مالك حتى ما قادر على تأمين ماتش بالجماهير زوز. فعلاش دربي أنت باش تسوق تصور أنت مباراة دربي فيها جمهور فيها لاعب باهي ومزيان بعشق عن الفطر ويتم ترويجها في العالم وتاخذ اللي فيديو تو فما تلافس في العالم ولا وكالات انباء بشكل يركزوا لك على ماتش تلعب ماضي ساعه ونص ماضي ساعه ونص في اربع من الناس تتفرج وفي في غرغول قايله وغدوه نهار الاحد زاد كيف كيف زوز مباريات في باردو ليتوال ولا معناتها المسؤول ماذا به يخمم زاده في القرار ما ياخذش اسهل القرارات، راهو اهم القرارات هي القرارات اللي تاخذ بعين الاعتبار تكون صعيبه عليك انت وفي المقابل تكون مربحه. خويا خرجوا بطولتنا حان الوقت ان نخدموا على ترويج بطولتنا، ما ناخذوش يقول لك اختار راسي اضرب بديل قرات دي ناخذ ماضي ساعه ونرتاح، وهذا من جهه. من جهه اخرى زاد الجماهير تتحمل المسؤوليه نتاعها فيما يتعلق بالقرارات هذه، تعرف يقول لك مسؤول يقول لك انا هاك تشوف انت شوف البارح رمي القوارير وشو معنى ده مش على البارح بركة هو جمهور ليتوال البارح مولد ما القوارير والجماهير الكل تشوف نهار الخميس ونعدي النشرة متاع متاع العقوبات تشوف العقوبات كيفاش كلها خمس خطية ب 2005 الجماهير كلها خطية ب 2500 كان نرجع زيدا نفرز افرز اي نشرة من نهار الخميس تلقى العقوبات. معناتها هذا ما فهمش انا مواطن تونسي يمشي يتفرج في ماتش يهز يضرب دبابس البارح راهو ضرب دبابس وبعدها أصابوا محميدة وكملوا يضرب في البيبس تو نفس اللي رمى دبوس هذيك تو هو كي تلقاه في سيارته وتجيها عليه دبوس على اللي قدر وتجيها عليه حجرة شنو يكون موقف شو معناتها واحد ماشي يتفرج يهز دبوس ويضرب به. والله من أنا وإنسان أنا وياك أنت إنسان وأنا إنسان أنا نفرج وأنت تلعب شنو الحاجة تخليني نهز يديا ونضربك هذا العنف المادي شنو التفسير متاعه؟ هذا النوع التصرف الهمجي هذا الغير مقبول من الجماهير الكل من اي واحد يمشي للساد ويرمي دبوسه واللي يرمي بريكيه واللي يرمي درشنو وقتاش باش توفى الحكايه تم تخطيط النوادي بالاف الدينارات وما موقفش تعاقب الجماهير ويكلو ما قداش ما موقفش رد على المستوى الشخصي لابد انه نصوروا الناس اللي قاعده تعمل في العنف عنف مادي راهو شنو اللي دماغ حد ولا اللي يصاب حد يا اخي تعرف انت القوه نتاعها هذيك القاروره تعمل اي حركه معناتها وانت تتفرج معناتها اكيد باش يجيبوك باش يعرفوك انت شكون وتشطب مدى الحياة من دخول الملعب ماش تدخل الاستاد وخلينا نرتاحوا منهم خاطر هم اربع من الناس هم شو يعملوا تلقاها تمشي للاستاد شنو يصير تلقاهم اربع من الناس من قبل ما يبدا الماتش ويبدا يسبوا من قبل يبدا الماتش ما فهمش تلقى عنده مشاكل في الدار ما نجمش يحلهم ولا ما عندوش حريه التعبير في الدار يجي للاستاد باش يعبر باه خويا ما دام فما حريه التعبير في الاستاد خلي يعبر يبدا قبل ما يبدا الماتش يبدا يصيح وبعد يشد شخص معين يبدا يسب فيه حتى تلقى جمعيته راه حتى تلقى في جمعيته يبدا يسب ومن بعدها يتعدى للمرحله هذيك وهو بيطارك الشحنه هذيك الشحن اللي قاعد فيه باش يمشيوا ثلاثه واربعه معاه ومن بعدك اللي فيه هكا يتكاثر فهمت مع اللي بجنبه يوليوا اربعه ولا خمسه من الناس وهم يقوموا بالمساله هذيك وبعدها تتعدى للاكت اللاكتي هو هز دبوسه وضرب وبعد ضحكوا بتبيع خاطر صار المع مو هكيك راه تصير الناس كل نعرفوا شنو يصير في الاستاد يضحكوا بعد الاخر يولي يحب يرمي دبوسه باش يصيدوا باش يولي نوع من المسابقه فهمت ومن بعد يولي نوع من السبين وكان ملاعب يعمل رياكسيون ولا مدرب يعمل رياكسيون ولا حاجه يولي يسبوه يولي بيو عليك العام نبيل معلوم هز بسكاسكا ومشى وعنده الحق ها هو الدليل وسعيد السايبي عمل مدرب الفريق وسعيد السايبي وغيره من المدربين وقداش من مدرب تضرب وقداش من ملاعبي تضرب شنو ملاعبي معناتها ماشي تو انا معناتها نجي نخدم لهنا على روحي في الاذاعه نبدا نتكلم يجي من واحد من الشباك يبدا يضرب في البيبس ويلزمني انا نسكت وما نعملش حتى رياكسيون لهنا لابد من تحميل المسؤوليه زاد على حكم المباراه البارح اللي ما قامش بحمايه اللاعبين ما شفناش تصرف من خلاله يكون قام بحمايه اللاعبيه وهنا لابد انه الحكام بعض الحكام يراجعوا نفسهم لانه اهم المباراه واهم النتيجه
واهم من الهدف واهم من كل شيء، وهي سلامه الملاعبيه. راهو مش معقول واحد ملاعبي يمشي يلعب يروح لداره مدموخ ولا 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 مضروب ولا مسؤول ولا واحد من الحمايه. يا اخي تو الحمايه والامنين يا اخي مش تو واحد بالله حمايه ماشي هو باش يصعب الناس. فهمت؟ والباب صابطين على راسه، بوليسيه قاعدين يامنوا في الملعب، يعني بهم كان ربي. فهمت؟ هو قاعد ويرى في الدبابس كي المطر هابطه، ماهوش معقول هذا. لو نتحدث على البارح ونتحدث على الملاعب الكل، لانه في الملاعب الكل يتم رمي الدبابس، مش معقول المساله هذه. لو نرجع كي قبل، تعرف قبل كيفاش كان الجمهور ولا كان ما يخليكش داخل دبوزه، يفك لك تعرف ما يخليكش داخل دبوزه، ما هذا قبل وقت بن علي، انا نحضر في الصاد ونمشي، ما يخليكش داخل فوق لك دبوزه ويفركسك بنحي لك البريكيه. ومن بعد كي تدخل باش تشرب، لانه ساعات ما شويه تلقى في السخانه وتصور انت في ملعب المنزه ومنك للشمس، باش تشرب تحل سبيله باش تبل وجهك ما تلقاش ماء. يا اخي تحبوا نرجعوا هكا ولا كيفاه؟ معناتها بصراحه لابد من وعي الجماهير المساله هذه. والنقطه اخيره بالنسبه الى الفار، شوف الفار هو لقطة جبنا، هو أوبسيون لإعطاء الناس حقوقها ولتحسين جودة المباراة. لكن كما العادة الفار في تونس كما كل شيء تونسناه ورديناه عنصر من تفزيد الكرة. شوفنا هذا على مستوى التقاطعات وعلى مستوى الحد. شوف مثلا فما حالة بتاع النادي الإفريقي بتاع اللي بالمرفق فماش مرفق مباراة اتحاد المنستيري، اي تو معناتها الفار كولاكسيون مشى اللي عايط هو مثلا مش لا ايدو خرج على مهاجم النادي الافريقي لا ايدو هو تعرف علاش ونتصور انه فما يقول لك ما هو هذه ورقه حمراء خلينا نلعب ورقه حمراء، راهو ما فماش. اذا كان فريق يستحق 20 ورقه حمراء نعطيه 20 ورقه حمراء، اذا كان فريق ما يستحق ما يستحقش. نحاول معناتها لي زارير بونسي، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه فار سامحني، علاش نادي الحكم على مساله كما هذه؟ معناتها راهو اللي يحكم راهو الحكم اللي موجود في المباراه مش في الفار. هذه انا مش نقول لهم الحكام شو هم يعرف كيف يتصرفوا. تفرج في البطولات ساعات ماتش كامل في البطولات الاوروبيه تدلين تقول يا اخي ما فماش فار، ساعات الناس ولات تغزي ولات سنه في الفار. هي على مستوى التقاطعات. ثانيا يا اخي توك اللي باش نعملوا الفار يا اخي لي تكنيسيان واللي ما نجربوش قبل الماتش، علاش كل مره يقص؟ يقص واللي كيت نتاع الجوج ما تمشيش وكل مره تقص. يا ودي كان فيها فساد الصفقه، شوفوا حل ولا جربوه من قبل. يا اخي قعدش كل مقابله باش يقص الفار، تجيبنا باش نعطيو الناس نعاونوا يا اخي ولينا تو نشوفوا حل ولينا نقاسيو بصراحه. نقاسيو فيها حكايه الفار وتقفل اللعبه وجوار تبرد هي بطبيعتها اللعبه متقطعه معناتها فهمت. لهنا لابد انه السيد نجويني واكيد هو يعرف مش باش نوريوه خدمته، لكن زاد الفار لابد تكون في حالات وحالات معدة، مش واحد طلع زوز بالراس يولي عيط للاربيتر ايجا باش يشوف الفار ايجا يشوف الفار. من بعد اوبونتو حسب ما قالوا ما نعرفش اوبونتو قد تنحى ما نعرفش انا وضرب الجزاء ما تعطاش معناتها كيف ايه ولينا باش نصلحوا باش نعملوا فار للفار تو معناتها لابد انه شوف الناس اذا كان ناقص تكوين على مستوى الفار كونه كان مش فاهمين رايحهم، راهو مش هما راهو الحكم الاساسي الحكم المباراة هو اللي يحكم مش هما، لازموا يفهموا زاده. وموضوع نقول مشيوا احنا في حسن النيه الى حد الان اكيد، ومن يمكن فما نوع من الاجتهاد حاولوا ما فيش الامور شلون يحسنوا في الجوله، لكن مش لازم اجتهاد اكثر من لازم. خويا عندك صوره قدامك وكان عيط لك كانت تستحق باش نادي الاربيتر نادي ما تستحقش الاربيتر يتحمل المسؤوليه. شكرا لكم، ان شاء الله نكونوا خفيف عليكم. هذه برايم تايم كالعاده باش نكونوا مشرفكم على تيله شهر رمضان. شكرا سميه، شكرا فرح، شكرا معاذ، شكرا علي، وشكرا للناس الكل، شكرا زيادة فرحة اللي قاعدة تعطينا في الفيديو. أكيد تلقاوهم على الصفحات متاعنا راديو ماد، وتلقاوهم الفيسبوك بتبيعة وبرايم تايم، تلقاو كل الفيديو متاع فقراتنا ومتاع كل البرامج متاع راديو ماد. أكيد شهية طيبة، شكرا سمية، باي باي. شكرا سمية.